السيد البشري من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والحلقات التي مضت من هذا البرنامج النافع المفيد إن شاء الله تناولنا فيها بالحديث مع شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو قضايا تتعلق بالدولة الإسلامية والمراحل التي مرت بها وكذلك المراحل التي طوتها الدعوة الإسلامية في تاريخها المجيد والكلام عن قضايا تتعلق بأنواع الحكم والظلم الحاصل في حياة المسلمين المعاصرة. وفي هذه الحلقة سماحة الشيخ وفقكم الله نريد أن نتناول طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة وتدبير شؤون الرعية، لكن قبل ذلك أريد من سماحتكم الافتتاح بمقدمة تتناول أهمية السيرة في حياة المسلمين. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله أسوة حسنة للمؤمنين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة والأسوة معناها الاقتداء، معناها هو الذي يقتدى به، فهو التطبيق العملي للكتاب المنزل. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقد أبدله الله من القرآن وأبدل منه القرآن، فإن الله قال في سورة الإسراء: وقرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. نعم. وكذلك في سورة الطلاق رسولي قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. آيات مبينات، نعم. فقال قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله، فذكرا أبدل منها رسولا. نعم. فلذلك هو في كل تصرفاته وأعماله المرضي عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد سلوك طريق الاستقامة وطريق الجنة فلا بد أن يبحث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاقتداء به. وأيضا فإن من شروط الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا يمكن أن تحبه إلا إذا عرفته، فلذلك تحتاج إلى معرفة سيرته ومعرفة نسبه وشمائله وأصحابه وأزواجه وذريته، فلن تحبه حتى تعرفه. نعم. ولذلك قال الشيخ البدوي رحمة الله عليه: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس كأنك تراهم. نعم. وأيضا فإن هذه السيرة هي أجمل وأفضل وأعدل ما عرفته البشرية من تصرفات البشر. والبشر دائما يحتاج إلى الرقي والنمو والزيادة. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام،
فيحتاج الإنسان إلى تطوير نفسه والسمو بها وترقيتها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرقى البشرية وأسماها. فمن أراد أن يرقي نفسه في درجات الكمال الممكن فعليه أن يبحث أولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأن يحاول الاقتداء به والاتساء به ما استطاع. ثم بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بأداء العبادات كما كان يؤديها، فقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وكذلك الحكم وغيره من الوظائف. فالوظائف النبوية كالقضاء والإمامة وقيادة الجيوش والدبلوماسية وقيادة الأمة، الرئاسة العامة للدولة، هذه كلها يحتاج الناس فيها إلى أسوة ومثال، وأحسن الأمثلة وأصدقها وأحبها إلى الله وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك احتاج إلى معرفة سيرته، وهذه السيرة لم تطبق فيها قواعد الحديث، فقواعد الحديث هي التي أتى بها المحدثون، وفيها دقة بالغة وحذر شديد من إضافة أي شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التيقن من ثبوته أو الظن الغالب، وذلك لتحذيره هو من الكذب عليه، فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليرج النار، وقال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك كان هذا التحذير الشديد دافعا للمحدثين للتدقيق في سنته، وقد دققوا فيها تدقيقا بالغا حتى لم يمكن أن يقع فيها وضع أو كذب عليه إلا اكتشف. وقد قال ابن المبارك رحمه الله لو أن رجلا هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصين لأصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع، يفضحه الله. نعم يفضحه الله. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، إلى حديث الموضوع فبينوا بنقدهم فسادها، فوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه القواعد الدقيقة التي لم تشهد البشرية مثلها فيما يتعلق بالسنة. أما السيرة فنظرا لكون الفقهاء في أغلب الأوقات لا يعتمدون عليها في استخراج الأحكام وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة مباشرة، فلذلك المؤلفون فيها في أغلبهم لم يعتنوا بقواعد أهل الحديث في تطبيقها على السيرة. ولذلك قالوا وليعلم الناظر أن السيرة تجمع ما صح وما قد نكر. لكن مع ذلك ما كان منكرا منها كان بين النكارة، كحديث وقد جاء كثير من أهل السير وهم محدثون فنخلوها كذلك وبينوا وضع كثير مما كان موضوعا فيها أو شككوا في ما دون ذلك. فمثلا إمام أهل السيرة محمد بن إسحاق رحمة الله عليه وألف السيرة النبوية، وجاء ابن هشام اللخمي الأندلسي فنخلها واستخرج منها ما يراه صحيحا وما سوى ذلك يستنكره، فيورد شعرا ويقول أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له، ينكرها لهذا الشاعر، وهكذا. وكذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر أيضا استخلص من سيرة ابن إسحاق كثير مما كان فيها مما هو مخالف، وأيضا السهيلي في شرحه لسيرة ابن هشام الروض الأنف نخلها ما استطاع. وحتى في كل عصر من العصور يوجد تقريب، ليس تصحيحا على طريقة المحدثين ولكن تقريب، وفي زماننا هذا الشيخ أكرم ضياء العمري حفظه الله السيرة النبوية الصحيحة حاول أن يطبق عليها قواعد أهل الحديث فكتب هذا الكتاب السيرة النبوية الصحيحة. محمد أبو شهبة قبله الشيخ محمد أبو شهبة وعدد من المعاصرين الذين سعوا لنخلها الصحيحة. صحيح. لكن مع ذلك بقي فيها بعض الأمور،
وهذا الجانب السياسي منها قلت العناية به لدى الأقدمين، فكثير من الأقدمين كانوا يؤلفونها ويجمعونها كأخبار وقصص ولا يستخرجون منها فقها ولا يتدبر. التركيز على الجانب العسكري والمغازي هذه كانت المغازية ركز عليها مثلا سيدها وقائدها محمد بن عمر الواقدي، نعم، مع أن الحديث يضعفونه وجعلوه متروكا، نعم، لكن مع ذلك اعتنى به طلابه، ومنهم مثلا محمد بن سعد صاحب الطبقات وكاتبه، نعم، وهذا ثقة عند أهل الحديث وقد ألف الطبقات، نعم، وجمع فيها السير والتراجم. وأيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تأليفه تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء وفي العبر، نعم، حاول أن يستخلص منها كثيرا من العبر والأحكام، وأيضا التصحيح، ففي سير أعلام النبلاء اجتهد في تصحيح ما ينقله من الأخبار، نعم صحيح، وهو من المعلوم أنه من أئمة الحديث ومن أئمة هذا الشأن فيما يتعلق بالرجال والجرح والتعديل، نعم. والدكتور بشار عواد يسميه فنان التراجم، نعم نعم، لأنه ألف فيها عددا هائلا من الكتب المفيدة، نعم. أيضا بالنسبة للسير استخرج منها فقه، ومن كبار المستخرجين له بعض المعاصرين الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي في قصيرة، دكتور محمد سعيد رمضان، نعم، محمد سعيد رمضان البوطي أيضا في قصيرة، وأيضا منير الغضبان صحيح، وهو من أهم الكاتبين في هذا المجال. قبل ذلك الإمام ابن القيم في الزاد، نعم، ابن القيم فيما يتعلق بالقضاء فقط، الجانب القضائي، نعم، في الزاد وفي الطرق الحكمية، نعم، وفي إعلام الموقعين، نعم، فالزاد ذكر فيه كثيرا من الأمور المستخلصة من السيرة مثل العلاجات والطب النبوي، نعم، وذكر فيه الأحكام المتعلقة بالتطبيق الفقهي، نعم، الهدي النبوي في كل شيء، هديه في الصلاة وهديه في الصيام وهديه في العشرة وهديه في الخلطة، يعني كانت طريقة مبتكرة في كتابة السيرة، نعم، هو كتاب متميز جدا، نعم. نعم. وكذلك ما ذكر القاضي عياض في الشفاء نعم، فإنه أراد أن يحبب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأن يعرفهم به ويعرفهم بحقوقه، وأن يرد الشبهات، مع أنه ذكر بعض الأحاديث ضعيفة، لكن مع ذلك لا يستغنى عن كتابه. الشيخ، كأن لكم مع كتاب الشفاء تجربة. كتاب الشفاء كان أهل بلادنا يقرؤونه دائما في شهر الربيع الأول، نعم، شهر الربيع يسمى الشهر النبوي، نعم، لأنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدئ فيه بالوحي، نعم، فبالرؤية الصالحة، نعم، قد مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذه بدايتها ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، جمادة الثانية، رجب، شعبان، ثم وحي إليه في رمضان، نعم. وهو أيضا الذي جاء فيه إلى المدينة مهاجرا، وهو الذي قبضه الله به، فكان هذا الشهر حوى كثيرا من الأحداث النبوية مبدأ ومختما. قال إن الإسراء أيضا كان فيه، الله أعلم، لم مروي هذا عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس، لكن لم يدقق فيه، نعم. فعموما كانوا يقرؤون هذا الكتاب على الناس في المساجد، ويعلمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطفال وللناس، نعم، من خلال هذا الكتاب، نعم. وقد كان شيخي رحمة الله عليه، جدي الشيخ محمد علي، ممن يواظبون على قراءته سنويا، نعم، وقد قرأناه عليه 13 سنة في شهر ربيع، ختمنا عليه هذا الكتاب، الله أكبر. يعني في شهر ربيع كان يوقف الدروس الأخرى، لا يوقفها تماما، لكن يوقف تدريس كثير من الناس ويفرغها للشفاء، نعم، وبالنسبة لأصحاب المواهب وأصحاب الكتب الكبيرة المهمة يواصلون، لأن وقتهم ضيق، نعم، لكن الشفاء كان الشيخ يعتني به بهذا الشهر عناية كبيرة ويختمه، نعم. بالنسبة لفوائد السيرة بالإضافة إلى ما ذكر، كثير من فهم الكتاب والسنة لا يمكن أن يتم إلا من خلال السيرة، العيش في هذا الواقع، نعم، وفي ظلاله، نعم.
وإذا درسنا السيرة كأننا نعيش في ذلك الزمان ونعرف طبيعة أهله وأحوالهم. وكانت جدتي النجاح رحمة الله عليها تقول إنها لم يبقى دارج أو سقط في قريش والأنصار إلا وهي تعرفه سبحان فضلا الله. عن من عاش. فالدارج الذي مات قبل البلوغ والسقط الذي مات على الأرض. الذي لم خرج ميتا نعم لم يستهل صارخا نعم. فكانت تعرفهم معرفة دقيقة وقد عرفت بإتقان السيرة عموما نعم. حتى إن الشيخ جدي رحمة الله عليه كان يجعلها مرجعه في السيرة سبحان الله. وكثير من العلماء كذلك حتى نعم. مؤرخ موريتانيا الكبير الشيخ المختار بن حامد المشهور بابن خلدون الثاني نعم. مؤلف كتاب حياة موريتانيا مسوعة كبيرة وهو من كبار الشعراء والعلماء والأدباء يقول في مرضيته لها تجد النجاح أمامها في البرزخ من قدمت من والدين ومن أخي وجماعة بهم النجاح وخبيرة منها النبي وآله فبخي تجد النجاح هنا النجاح لأنها تجد النبي وآله في البرزخ الله فهذه بعض فوائد السيرة النبوية بالإضافة يعني كأننا نخلص إلى أن يعني في علم السيرة علم الدنيا والآخرة نعم ونخلص إلى أن الدراسة من الأهمية بمكان لأن كثير أيضا نسيت واحدة منها ذكرتني بها في علم الدنيا والآخرة نعم الرقة وصفاء النفوس والأخلاق نعم كريمة سبحان الله أثر السيرة فيها عجيب صحيح في تربية النفوس صحيح بعض العلوم تورث قسوة صحيح. وبعض العلوم يورث خيلاء وتكبرا كالنحو نعم والسيرة خلاف ذلك نعم فهي تورث رقة ولينا إخباتا أي نعم, نعم. إخباتا نعم. نعم نعم طيب سماحة الشيخ جزاك الله خيرا نريد التركيز على في هذه الحلقة على صفة الرحمة في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم لسياسة الناس صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله بهذه الرحمة نعم. في كتابه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذه الآية تضمنت أربعة أوصاف كلها من قبل الرحمة نعم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه عنتكم نعم فكل ما يشق بنا لا يريده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم وهذا غاية الرحمة نعم حريص عليكم حرصه على هداية الناس أجمعين ونجاتهم من النار الله وقد قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم. جزاه الله عنا أفضل وأجزل وأكمل نعم. ما جازى نبينا عن أمته نعم. ورسولنا من أرسل إليه الثالثة حريص عليكم نعم رؤوف الرحيم لا الثالثة رؤوف نعم هذه الرأفة التي تقتضي إشفاقا وتقتضي معاملة حسنة فالرأفة الرقة فهو رقيق على الناس يحلم عنهم ويصبر على أذاهم ويحسن معاملتهم وجاء بعدها الوصف الرابع هو الرحمة نعم رؤوف الرحيم نعم وكذلك قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فرحمته ليست ناشئة عن تربية الناس بل عن تربية الله ولذلك قال من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فقد كان رحيما لطيفا ورؤوفا بالناس وهذه الرحمة تجلت في تعامله مع الناس جميعا نعم ففي تعامله مع الكبار كان يراعيهم ويمازحهم ويعودهم ويزورهم فعندما جاءه مخرمة وكان في خلقه شيء وهو كبير السن وسمعه من خارج البيت وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته ثياب ووزعها فخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جميلا
فلما أراد أن يدخل عليه استأذن عليه أراد أن يدخل رمى ذلك الثوب إليه فضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضي مخرمة. وكذلك في تعامله مع عمته صفية رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب كانت جزلة قوية ذات مروءة وخلق وتربية، ولذلك ربت ابنها الزبير بن العوام تربية عجيبة، وكانت تضربه وهو يتيم فكان أعمامه ينهونها عن ذلك، فقالت من خالني، قالوا ما ضربته إلا لكراهيته، قالت من خالني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها. دخلت عليه يوما فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال أما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز؟ فلما رأى ذلك شق عليها، بيّن لها أنهم سيبعثون في سن 33. إن شاءناهن إن شاء. نعم. وعندما كانت ستسافر معه جاءته فقالت يا رسول الله أريد أن تحملني، قال سأحملك على ابن الناقة. نعم. قالت لا يحملني ابن الناقة، ظنت أنه يقصد الحوار الصغير. نعم. فقال وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة. نعم. وهكذا تعامله مع الصغار، فكان ذا رحمة بهم. وعندما أتاه أهل البادية فرأوه يقبل الحسن بن علي قال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال وما أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة. وكذلك عندما سجد فجاء الحسين وأمامة فركب على ظهره فأطال لهم السجود، فلما سلم قال نعم الجمل جملكما. الله. وكان يصلي الظهر بالناس في مسجده، فجاءت أمامة بنت أبي العاص وهي ابنته زينب فتعلقت بثيابه فحملها، فكان إذا قام يحملها وإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها حتى أكمل صلاته. الله أكبر. وكذلك تعامله مع أولاد المسلمين الصغار في دخوله بيت أبي طلحة، قال ما فعل النغير يا أبا عمير. نعم. وكناه، والكنية محبوبة لدى العرب. نعم. وفي ذلك يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقه أني رأيته ملاك الشيمة الأدب. نعم. وكذلك تعامله مع الأصدقاء، فرحمته شملتهم واعتنى بهم جميعا. نعم. فأنا لا أقصد أصحابه. نعم. ما أقصد الأصدقاء من غير المسلمين. نعم. فمثلا مطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف لما توفي أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك في جواري ولن يصل إليك أحد ما دمت حيا. ولما مات على شركه كان في يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن مطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له أو لوهبتهم له. ورثاه حسان بين يديه بقصيدة يقول فيها ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وكذلك حين كتبت إليه ابنة النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد الدار لقصي نعم عندما قتل صبرا يوم بدر. نعم. كتبت إليه قتيلة يا راكبا إن الوثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ولت سيوه بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق أمحمد يا خير ضيء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحرق أو كنت قابل فدية فلنأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنظر أكرم أكبر فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان إتق يعتق. بل بكى لها
حتى قطر دمعته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال لا يقتل بعد اليوم قريشي صبرا، فنهى عن قتل قريش صبرا. ومثل ذلك تلطفه بصدائق خديجة وحبائبها، ربما يأتي بالشاة فيذبحها، نعم، فيوزعها بين أصدقاء خديجة. نعم. وعندما سمع صوت هالة تهش لها، اللهم هالة، قال كانت هالة هالة، نعم، قال كانت تأتينا في زمان خديجة. نعم، الله أكبر. وكذلك معاملته لأهل بيته، فأزواجه ما رأينا من لطفه ورحمته وخدمته إلا أحسن ما يمكن تصوره. صفية بنت حيي كان بعض أمهات المؤمنين يعيرها بأبيها اليهودي المعادي لله ورسوله، فدخلت عليه تبكي فعرف ذلك في وجهها، فقال أعيرنك بأبيك؟ قالت أجل. قال إنك ابنة هارون نبي الله وعمك موسى نبي الله وزوجك محمد نبي الله. الله أكبر. فأسكتتهن بهذه الحجة وأعظم به من فخر. وعندما زارته وهو في معتكفه خرج يقلبها، نعم، في الليل ليوصلها، نعم، إلى حجرتها، نعم، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأى المرأة أسرع، نعم، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي زوجتنا. وكذلك تعامله مع عائشة بالمسابقة مرتين وبوقوفها خلفه حتى ترى الأحباش، وقال أشبعتي أشبعتي، نعم. وكذلك تعامله مع كل أمهات المؤمنين حقيقة. سماحة الشيخ، نستطيع أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، يمشي على الأرض، هذا قالها الله، نعم، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله يجزيك. لكن كان هذا التعامل حتى الأعداء يعرفونه، نعم نعم، الأعداء كانوا يعرفون فيه، نعم، الخلق الحسن، نعم. واليهود، نعم، لما حاصر بني قريظة ونادى عليهم يا إخوان القردة والخنازير، قالوا ما عرفناك فحاشا يا محمد، نعم، و عليه الصلاة والسلام. كذلك قرأوا عنه في كتبهم، نعم، أنه لم يكن فحاشا ولا ليس بفظ ولا غليظ ولا غليظ ولا سخام في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن عليه الصلاة والسلام. وكذلك تعامله مع ضيوفه، نعم، من الإكرام والإجلال، وتعامله مع الأسرى، نعم، وتعامله مع المنافقين والجيران، كان يعود اليهود إذا سمع بمريض منهم عاده. وكذلك تعامله مع الأسرى من العرب من المشركين، كثمامة بن أثال وغيره. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ونبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير، نرجع بعده لاستكمال هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. وقد فهمنا من كلام سماحة الشيخ في الحلقات الماضية بأن الحاكم لا بد له من معاونين، لا بد له من قادة، لا بد من أمراء، لا بد من ولاة يعينونه فيما تقلده من أمر المسلمين. سماحة الشيخ، نريد أن نعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الأمراء وتقليد النصحاء واستكفاء الأمناء في إدارة شؤون الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هديه استغلال الطاقات وتوظيف كل هذه الطاقات، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من نطق بالإسلام، وفي رواية احصوا لي من نطق بالإسلام. نعم. فالمعلومات الدقيقة هي التي تنبني عليها القرارات الصائبة. صحيح. ولذلك كان هديه في اختيار الناس على حسب معرفته بهم وإمكانية توليهم وما يمكن أن ينفعوا به.
فمن كان بارزا في المجال العسكري يستغل في هذا المجال، من كان بارزا في المجال في مجال الذكاء أو في المروءة أو في الاقتصاد أو في كل باب يستغله في بابه. وقبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته قسم المستجيبين لهذه الدعوة أمة الإجابة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يصلحون لتحمل هذه الأعباء كلها، ليس لديهم مشكلات في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم، وهم مستعدون تمام الاستعداد لتضحيته في سبيل هذا الدين. وهؤلاء رباهم تربية خاصة في دار الأرقم. والقسم الثاني هم مستعدون للتضحية والبذل، وليست لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لديهم عوائق في المجتمع من حولهم، وهؤلاء جعل لهم محضنا تربويا آخر، وهو بيت سعيد بن زيد بن عدي سعيد بن زيد بن نفيل بن عمرو بن نفيل. نعم. وهذان البيتان في مكة لا مظنة فيهما لذلك، فاعتماد السرية في هذا الباب واضح. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد قريشا قد انقسموا قبل مولده إلى قسمين، حلف يسمى حلف المطيبين وحلف يسمى حلف لعقة الدم. فالمطيبون هم الذين ناصروا عبد المطلب في حفره لزمزم. نعم. ولعقة الدم هم الذين نازعوه. نعم. فالذين حالفوا عبد المطلب طيبتهم إحدى بناته ومسحوا أيديهم بالطيب على الكعبة. ولعاقة الدم ذبحوا نحروا جزورا فغمسوا أيديهم ولعقوا الدم. نعم. فبنو مخزوم وبنو عدي هم من لعقة الدم، فكانوا خصوما لعبد المطلب. نعم. فبنو مخزوم كانوا أصهاره، فعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. ولما نذر عبد المطلب أن ينحر ولدا من أولاده إن بلغوا عشرة يحمونه، أراد أن ينحر عبد الله، يذبح عبد الله ابنه، لأن السهم قد خرج هو الذبيح. نعم. نعم. فمنعه بنو مخزوم من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت البيئة جاهزة أصلا لهذا الانقسام. نعم. في قريش. نعم. وقد كانت سنة الأنبياء كذلك، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. فكان بنو مخزوم إذاك ناصبوا هذه الدعوة العداء من بدايتها، كالوليد ابن المغيرة وابن أخيه أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة. نعم. وليس معنى هذا أنهم جميعا كذلك، بل فيهم من السابقين الأولين من ذرية أبي سلمة بن عبد الأسد ومثل نعم. الذين نقضوا الصحيفة أيضا فيهم سلمة بن أبي ربيعة، وكذلك فيهم عياش بن أبي ربيعة من المستضعفين، وعدد من الصحابة السابقين الأولين من بني مخزوم، وكذلك بن عدي فيهم عمر بن الخطاب. وكفى به. لا، لكن كان معاديا لدعوته في بداية ست سنوات. نعم. نعم. حتى أسلم وهداه الله للإسلام. نعم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمه من السابقين الأول. نعم. سعيد بن زيد وأخته أيضا فاطمة. نعم. فاطمة وأخوه زيد بن الخطاب. نعم. رضوان الله عليهم أجمعين. فاختار بيتا من بني مخزوم، وهو بيت الأرقم بن أبي الأرقم، وكان شابا ليس له أولاد، إنما يسكن في البيت هو وزوجته، وكان غنيا وبيته كبير، وكان بيته على الصفا فلا يستغرب دخول أحد ولا خروجه منه، إذا رأى من يرحله جعل كأنه يسعى بين الصفا والمروة. نعم. وتنتفي التهمة حينئذ. نعم. وكذلك بيته سعيد بن زيد هو في قرابة عمر بن الخطاب، عمر الخطاب عمو زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. والد سعيد، وزوجة سعيد هي بحته. نعم، هي فاطمة بنت الخطاب. نعم. فالذين جعلهم في بيت سعيد بن زيد منهم مثلا عبد الله بن مسعود، وعبد الله كان مستعدا ذكاء وفطنة وعلما وحكمة وإيمانا لتحمل هذه الأعباء وهذه المسؤوليات، لكنه ضعيف. لا، ليس الضعف في ذاته، لكن القضية قضية تعلق الناس به. كان راعيا يرعى الغنم على الناس مقابل أجر، وهو من هذيل.
نعم، لكن كان من قرشيا، هو حليف بني زهرة. نعم. فهذيل أيضا بنو عمي قريش وأهل جوارهم. نعم. فعبد الله الناس يتعلقون به، فلو أن قوما أضلوا شاة من الليل وجاءوا يبحثون عن ابن مسعود ووجدوه بدار الأرقم لاكتشف هذا الأمر. صحيح. ومثل ذلك أيضا عمار بن ياسر، فقد كان تاجرا يبيع للناس، فلو جاء قوم يطلبون حاجة للبيع، نعم، وبحثوا عن عمار ووجدوه دار الأرقم، مع أن عمارا كان أكثر تضحية من غيره. صحيح. حتى في بناء المسجد كان يحمل حديث حجرين. نعم. حجرين. لا نحمل لبينة لبينة وعمار لبينتين لبينتين. نعم. وكذلك خباب بن الأرت، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، يحد لهم السكاكين، فلو جاء قوم يطلبونه من الليل ووجدوه بدار الأرقام لاكتشف الأمر. نعم. القسم الثالث قوم لديهم عوائق في أنفسهم، إما لترسخ بعض القيم الجاهلية فيهم، وإما لأن تربيتهم أصلا بدوية لا تستوعب كثير من أمور الدولة وأمور هذا الدين الجديد، فهؤلاء لم يأذن لهم في الالتحاق به إذاك. مثل أبو ذر. نعم. وذر قال له: ارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني بالحق بي. وكذلك عمرو بن عبسة، طفيل بن وكذلك طفيل بن عمرو الدوسي. نعم. فكل واحد منهم أرجعه إلى قومه. نعم. لأنهم لا يتحملون هذه الأعباء في ذلك الوقت. صحيح. بسبب تربيتهم ورواسب التربية المجتمعية فيهم. طيب، لو قفزنا فضيلة الشيخ إلى مرحلة بناء الدولة في المدينة. نعم. بالنسبة لبناء الدولة في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سود على كل بطن من الأنصار قائدا منهم، كأنه هو الضامن والحميل بهذا البطن النقيب، فكان بذلك تنظيم. نعم. محكم. نعم. وكذلك في القبائل الأخرى، وذكرنا أنه لم يسود على قوم رجل ليس منهم إلا رجلا واحدا. نعم. وهو الضحاك رضي الله عنه، وقد ولاه على بني مزينة، وقد جاءوا بـ900 فكملهم بالضحاك فكانوا 1000، لأن الضحاك كان يوزن بـ100 من القتال. نعم. رضي الله عنه. 1000 من بني عثمان وافي، بنو عثمان هم مزينة. نعم. وما سوى ذلك كان يؤمر على كل قوم سيدهم. نعم. فمن المعلوم أن سعد بن معاذ كان سيد بني عبد الأشهل. نعم. سيد الأوس كلهم. نعم. فسوده عليهم. نعم. وكذلك سعد بن عبادة بن دليم كان سيد بني ساعدة. نعم. فساد الخزرج من وراء ذلك. نعم. فسوده عليهم. وكذلك في قريش أيضا لما أسلموا، المهاجرون منهم ترك لهم سيادتهم ومكانتهم، فكان أهل الجاهلية بوصية قصي وعبد مناهم بعده جعلوا دار الندوة واللواء لبني عبد الدار. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى اللواء لمصعب بن عمير. نعم. وهو من بني عبد الدار. نعم. عبدري. نعم. نعم. فقال: نحن أولى بالوفاء منهم. سبحان الله. لما جاء قريش يوم أحد واللواء مع بني عبد الدار. نعم. وقضية يعني تولية كل إنسان ما يحسن، تولية كل إنسان ما يحسن، هذه واضحة جدا في عمله. نعم. في لما جاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة المسلمين بعد صلح الحديبية. نعم. قال: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. فهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم حطم الرقم القياسي في مجال من مجالات الحياة. نعم. فخالد بن الوليد معروف أنه فارس قريش. نعم. وحطم الرقم القياسي في الشجاعة وتدبير الحرب. نعم. وعمر بن العاص معروف أنه سفير قريش، قد حطم الرقم القياسي في الدبلوماسية. نعم. والعقل. نعم. تدبير سياسي مع الحنكة. فصاحة اللسان. الحنكة هذه تقتضيها الحنكة الدبلوماسية، لا بد فيها من فصاحة اللسان. نعم. والخبرة بالأخبار والخبرة بالناس وأنسابهم. نعم. هذه الدبلوماسية لا بد فيها من هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بأبي بكر عندما كان يعرض نفسه على القبائل. نعم. فأبو بكر يعرفه عليهم، يقول: هذا سيد، يقول: إن كان في القوم خير ففي هؤلاء. يعرفه بهم. سبحان. لمعرفة أبي بكر بأنساب الناس. نعم. ولما جاء قريشا شعر حسان، وقد قال حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. نعم. فجاء إلى أبي بكر قال: استعين بأبن أبي قحافة، فعلمه أبو بكر نساب قريش. نعم. فلما جاء إلى قريش قوله: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم
ووالدك العبد ويخاطب أبا سفيان بن الحارث. نعم. قال الله عنه: قال قريش شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. نعم. فكان عمرو بن العاص محطما للرقم القياسي في هذا المجال. الثالث عثمان بن أبي طلحة بن أسرة حمل اللواء ومفتاح الكعبة. نعم. والحجبة. نعم. لكن مع ذلك كان محطما للرقم القياسي في المروءة. الله. لا يعرف بقريش فتى. قصة أم سلمة. نعم. قصة هجرة أم سلمة. نعم. فقد كان في عير قادما من الشام في وقت الحر الشديد والسموم. الله أكبر. وكانت أم سلمة رضي الله عنها زوجا ذاك لأبي سلمة. وكان أبو سلمة قد هرب مختفيا إلى المدينة، فجاء إخوانه فأخذوا ولده سلمة رضيعا، وجاء بنو المغيرة فأخذوا ابنتهم فحبسوها. نعم. فتشتت شمل الأسرة، وهي مرضع انتزع منها ولدها الرضيع، فبقيت في حزن شديد وكرب وبلاء حتى شفع لها. فلما شفع لها قالوا: إن شئت لحقت بزوجك. اي نعم. نعم. فساعدها أخوالها بنو هاشم الموجودون بمكة، أعطوها بعيرا وزادا، ولكن لم تجد رفيقا. الله. ووقت السموم. الله أكبر. وركبت بعيرها ووضعت ولدها بين يديها واتجهت إلى جهة المدينة. لم ترى الأرض قط، لم تخرج من مكة قط في ذلك الوقت. لا إله إلا الله. إلى جهة المدينة، ما خرجت إلى جهة المدينة. ما أعظمها من تضحية. فلما ارتفع النهار واشتد الحر، وهي لا تعرف كيف تعامل الجمل وكيف تحمل عليه وكيف تضع عنه المتاع، رأت العيرة يرفعها السراب من بعيد، فكان حب الحياة يحملها على الاقتراب وكراهية المشركين يحملها على الابتعاد. الله. فتقترب وترجع وتقترب وترجع. نعم. فلما رآها رجال قريش قال لهم عثمان: دعوني أعرف لكم أمر هذه الضعينة، لا تتلف. الله. شدة الحر والعطش. الله أكبر. فذهب إليها فلما رآها عرفها، فقال ابنتها أبي أمية: قالت: أجل. قال: إلى أين؟ قالت: إلى زوجي بالمدينة. بزوجي. نعم. فعاد إلى العير وقال: لا تطاوعون نفسي أن أتركها هكذا. ما لك مترك. فذهب ولم ترى منه إلا خيرا طيلة الرحلة، فكان يقود بها بعيرها، فإذا كان وقت النزول اختار لها ظلا وهيأ لها المكان وعقل البعير، فإذا نزلت عنه جاء فحط المتاع عنه وذهب به ويوقد لها النار، فإذا أرادت الانصراف جاء بالبعير فعقله وحمل عليه المتاع ثم انصرف حتى تركب، ثم ينزع ويقال البعير ويقول: قالت: والله ما صحبت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه. نعم. رضي الله عنه. فكان محطما للرقم القياسي في المروءة. نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأبلادك بيدها. نعم. واستغلهم لذلك. نعم. ومثل ذلك أيضا قادة الناس كلهم أهل اليمن لما أتوه الأشعث بن قيس الكندي بن الملوك. نعم. مره على قومه. نعم. لما جاءه وفد بني تميم. نعم. وذكر له ما فيهم من الفضل ومدحوا بما فيهم ومدح بعضهم بعضا. فعمرو بن الأهتم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبرقان بن بدر أثنى عليه بشيء واقتصد، فقال الزبرقان: يا رسول الله إنه يعرف في أكثر مما قال ولكنه حسدني. حسدني. نعم. فقال رسول غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، فلما رأى ذلك عمرو قال: يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت. نعم. وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. نعم. لأنه تنقصه المرة الثانية لما قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراء. وكان الأقرع بن حابس وهو من سادتهم كان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويدنيه، ومثل ذلك عطاؤه لعيينة بن حصن بن بدر. نعم. حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. نعم. كان أجداده قادة فزارة، قادة قيس كلها. صحيح. كان جده حذيفة يلقب برب مضر،
وكان عمه حمل بن بدر المشهور تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباء، جبر الهباء لا يريم، ولولا ظلمه لا قمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وأبوه حصن بن بدر الذي مدحه زهير وأبي سلمى بمدائحه العجيبة، ومنها قوله: وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله، بكرت عليه غدوة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله، يفدينه طورا وطورا يلومنه، وأعيا فما يدرين أين مخاتله. فأعرضنا منه عن كريم مرزئ عزوم على الأمر الذي هو فاعله. هذه قلت فيها: تركنا فتى لا تفسد الخمر ماله، ولكنه قد يفسد المال نائله. وذي نسب نائم بعيد وصلته بمال وما يدري بأنك واصله. وذي نعمة تممتها وشكرتها، وخصم يكاد يغلب الحق باطله، ردت خصم يكاد يغلب الحق باطله، دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله. وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله، حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى نسب حال على من يفاخره، على من يطاوله، ومن مثل حصن في الخطوب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله. فلذلك أنزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلته مع الطلقاء أيضا. نعم، تعامله مع قريش، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني حفظ له مكانته. نعم، وكذلك تقديمه لصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. نعم، وأيضا في سياسته صلى الله عليه وسلم القائد العام لا ينبغي أن يكون منحازا. نعم، فلذلك لما أتى إلى قوم يرمون قال: ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك الآخرون فقالوا: كيف نراميهم ما أنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. الله. وكذلك الناس لا يمكن أن يقبلوا أن من تولى الأمر العام يدخل معهم في التجارات وينافسهم في الأموال. القائد العادل ورئيس الدولة لا ينبغي أن يكون منافسا لأهل التجارات ولا تنمية الأموال، لا هو ولا أهل بيتي. ولا أهل بيتي. نعم، وقد ذكر ابن خلدون أن هذا مما يفسد الملك. ولذلك لا أعرف أي حديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا في الإسلام. سبحان الله، قبل أن يوحى إليه كان يتجر. لا، خرج في تجارة خديجة لكن لم يذكر أنه باع. نعم، ما شر البيع. نعم، في الإسلام كان يشتري، وقد اشترى أشياء كثيرة. نعم، اشترى فرسا من أعرابي، واشترى حليا بعير جابر، واشترى حليا لابنتي أبي أمامة سعد بن زرارة. نعم، لكن لم يكن يبيع. نعم، لما؟ لأنه أكرم الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. والذي يبيع معناه أنه حريص على بضاعته، يريد تنفيقها وترويجها. أظن أنت أن يعني ما كسبت إنما أخذ جملك. الله أكبر. وأيضا القائد لا بد أن يكون في تدبيره الأمور وراعي الفروق، راعي نفسيات الناس. نعم، وهو صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح وجاء سعد بن عبادة بن دليم ومعه لواء المهاجرين والأنصار، فغرزه بالبطحاء وقال: اليوم ذلت قريش وخربت. اليوم يوم الملحمة. جاءت قريش تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكاه ضرار بن الخطاب بقصيدته التي منها: يا نبي الهدى إليك لجاء حي قريش، ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم وسعة الأرض وعاداهم وإله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قتل الله على المطاح، وجاءت عنه هند بالسوءة السواء، إذ ينادي بالذل: حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى: يا حماة اللواء يا أهل اللواء، ثم ثابت إليه من بهم الخزرة والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء، فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء،
إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. نعم. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع منه اللواء وأعطاه لقيس، لكن أعطاه لابنه قيس. نعم. فهذا أبلغ شيء. صحيح. لو نزع اللواء من أي قائد من قادتك لأحفظه ذلك، أحفظه ذلك. نعم. وأيضا كان إشماتا للأعداء بهذا. نعم. وقت المعركة. نعم. هؤلاء أعداؤه. صحيح. وأنت هؤلاء ابن عمك وهو كان يقاتلهم معك دفاعا عنك. صحيح. سنين عددا. صحيح. نعم. لكن ما من أحد في طبيعة البشر إلا وهو يحب أن يكون ولده خيرا منه. صحيح. وإكرام ولده أحب إليه من إكرام نفسه. صحيح. فلذلك أعطاه ولده الصغير الفتى. يعني درأ المفسدة وفهم قيس أيضا الدرس. نعم. غرز اللواء وقال اليوم عزت قريش وعمرت. الله أكبر. قال اليوم يوم المرحبا. خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. وحقيقة يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب. وفي ختام هذه الحلقة أريد أن أقول بأنه ينبغي أن تتجه عناية طلبة العلم لدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة فاحصة، والعناية بكتابات المعاصرين الذين استنبطوا الفوائد والدروس والعبر من هذه السيرة العطرة. وقد نبهنا فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا على بعض هذه المؤلفات النافعة. أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خيرا وأن يبارك فيما قال وأن ينفعنا بما سمعنا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري.